بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى الثالث الابتدائي، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد لمادة اللغة العربية مكون الإملاء. عنوان درسنا اليوم تنوين الأسماء المنقوصة. أول نشاط هو ألاحظ وأكتشف. سأعرض أمامكم مجموعة من الأسماء ونحللها ثم نكتشف خاصياتها. المجموعة الأولى أسماء مرفوعة: الوادي في حالة هذا الاسم اسم غير منون، واد اسم منون تنوين الرفع، الراعي راع، المحامي محام. إذن هذه المجموعة الأولى فهي تضم أسماء مرفوعة منونة وغير منونة. المجموعة الثانية أسماء مجرورة: الوادي واد، الراعي راع، المحامي محام. هذه المجموعة أيضا فهي تتضمن أسماء مجرورة. المجموعة الثالثة أسماء منصوبة: الوادية واديا، الراعية راعيا، المحامية محاميا. إذن المجموعة الموجودة على اليمين فهي الوادي الراعي المحامي الوادية الراعية المحامية. هذه أسماء منقوصة غير منونة. إذن الوادي اسم منقوص غير منون. المجموعة الأخرى: واد راع محام، واديا راعيا محاميا. هذه أسماء منقوصة منونة. واضح؟ جيد. نمر لنستنتج. اقرأي يا أميمة الاستنتاج. إذا نون الاسم المنقوص حذفت ياؤه لفظا وخطا في حالتي الرفع والجر. جيد. إذا نون الاسم المنقوص حذفت ياؤه لفظا وخطا في حالتي الرفع والجر. نعطي أمثلة. اقرأي المثال. حكم قاض على جان. حكم قاض على جان. قاض هنا ما إعرابها يا أميمة؟ فاعل. فاعل. كيف يكون الفاعل؟ مرفوعا. مرفوعا. نعم، يكون الفاعل مرفوعا. يكون الفاعل مرفوعا. وهنا هل ثبتت ياء الاسم المنقوص أو حذفت؟ حذفت ياؤه. جيد، لأنه في حالة الرفع. جان ما إعرابها؟ اسم مجرور. جيد، جان اسم مجرور أي سبقه حرف جر. حرف جر. هل ثبتت ياء الاسم المنقوص أم حذفت؟ حذفت ياؤه. لماذا؟ لأنه في حالة الجر. جيد. إذن وثبتت في حالة النصب، أي أن ياء الاسم المنقوص تثبت في حالة النصب. وكمثال على ذلك: رأيت راعيا. رأيت راعيا. ما إعراب راعيا؟ مفعول به. جيد، كيف يكون المفعول به؟ منصوبا. يكون المفعول به منصوبا.
نعم. هنا هل تبتت ياء الاسم المنقوص أم حذفت؟ تبتت ياءه. جيد، تبتت ياءه لأنه منصوب. حسن جدا. إذن سنمر إلى بعض التطبيقات. أحدد الاسم المنقوص في الجمل التالية وأحوله إلى اسم منقوص منون. اقرأي يا أميمة. قاد الراعي دوابه إلى الوادي. جيد، قاد الراعي دوابه إلى الوادي. ما معنى دوابه؟ ماشيته. جيد، الماشية. الدواب هي، وهذا الاسم مفرده دابة، ويطلق على الحيوانات. إذن حيواناته أي دوابه، وغالبا ما تطلق على الدواب أو الحيوانات التي تركب كالخيول والحمير والأحصنة والجمال. نعم، هي الدواب، لكن هنا المقصود الماشية، يعني الأغنام والماعز إلى غير ذلك والأبقار. إذن أين هو الاسم المنقوص في الجملة؟ الراعي الوادي. نعم، الراعي كلمتان ثم الوادي. إذن حولي الجملة. قاد راعي دوابه إلى وادي. جيد، قاد راعي دوابه إلى وادي. هنا راعي مفعول به أو فاعل؟ فاعل. فاعل، كيف يكون الفاعل؟ مرفوعا. جدا جيد. إذن حذفت ياء الاسم المنقوص هنا لأنه في حالة الرفع. واد حذفت أيضا لأنه في حالة الجر. جيد، قرأ الجملة. حكم القاضي على الجاني. أين هو الاسم المنقوص؟ الجاني القاضي. جيد، الجاني القاضي. حولي الجملة. حكم قاضي على جاني. جيد، حكم قاضي على جاني. هذه الجملة رأيناها من خلال فقرة الاستنتاج. قرأي الجملة. يجري الماء في السواقي. أين هو الاسم المنقوص؟ سواقي. نعم، سواقي. ما إعراب السواقي هنا؟ مفعول. اسم مجرور. ما الذي سبقه يا أميمة؟ حرف جر. حرف الجر. ما الذي يأتي بعد الحرف الجر؟ اسم مجرور. إذن حولي الجملة، ماذا سنقول؟ يجري الماء في سواق. جيد، يجري الماء في سواق. إذن حذفت ياء الاسم المنقوص. ماذا؟ لأنه في حالة الجر. قرأي. رأيت الساعي يحمل الرسائل. أين هو الاسم المنقوص؟ الساعي. ما إعرابه هنا؟ فاعل. هل هو فاعل؟ نعم. هل هو مفعول به؟ مفعول به وليس فاعل. حول الجملة، ماذا سنقول؟ رأيت ساعيا يحمل الرسائل. نعم، رأيت ساعيا يحمل الرسائل. إذن هنا تبتت الياء لأنه لأن الاسم المنقوص في حالة نصب. اقرأي. هذه الليالي مقمرة وهادئة. أين هو الاسم المنقوص؟ الليالي. جيد، مقمرة تعني أنها مضاءة بنور القمر. بنور القمر. جيد، أي أن الليلة، أي الليالي هو جمع ليلة، ليلة ليلتان ليالي. إذن حولي الجملة، ماذا سنقول؟ هذه ليالي مقمرة وهادئة. جيد، ليالي. إذن هذه ليالي، ليالي حذفت ياؤه، ياء الاسم المنقوص، لأنه في حالة الرفع. فهنا في حالة الرفع لأنه خبر، في هذه الحالة خبر، وفي نعم خبر، الليالي بدل، وليالي فهو خبر.
اقرأي يا أميمة. استمع الحاكم إلى شاكي. شاكي اسمه المنقوص. شاكي. نعم شاكي. حولي. استمع الحاكم إلى شاكي. الشاكي هو الذي يشكي. يشكي أم يشكو؟ يشكو. يشكو. واضح؟ يشكو. فهو الذي يشكو أو يقدم شكاية للحاكم. ماذا سنقول؟ قلت إلى شاكين. استمع الحاكم إلى شاكين. شاهدت الرامي يمسك رمحا. جيد. أين هو الاسم المنقوص؟ الرامية. فهو مفعول به منصوب. ماذا سنقول؟ شاهدت راميا يمسك رمحا. أحسنت. نعم شاهدت راميا يمسك رمحا. شكرا لكم على حسن تتبعكم. إلى الحصة القادمة إن شاء الله.